وللحديث أكثر عن الاتفاق الأوروبي المتعلق بإصلاح نظام الهجرة معنا من باريس سيف عزام الصحفي وعضو هيئة التحرير في منصة المهاجرون الآن. مساء الخير أستاذ سيف. مساء الخير أستاذ الكريم لك ولمشاهدينك الكرام. أهلا بكم. بداية سأبدأ بما قالته رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، وأن الاتفاق الخاص بإصلاح سياسة الهجرة يغير أو سيغير قواعد اللعبة وسيسمح للاتحاد الأوروبي بدفع المفاوضات إلى الأمام. ما هي ملامح هذا الاتفاق غير أنه تكون هناك ربما استجابة أوروبية مشتركة؟ كيف سيمكن أن تتغير ملامح اللعبة وفق هذا الاتفاق؟ نعم، في الحقيقة أبرز ما جاء في هذا الاتفاق هو قدرة الدول الأوروبية، الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي، على التدخل في حال وصول موجات كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد. كما رأينا سابقا خلال السنوات الماضية، دخلت اليونان، والآن في هذا العام دخلت إيطاليا في مشكلة كبيرة، في أزمة كبيرة، عندما تدفقت موجات كثيرة من المهاجرين إلى السواحل اليونانية والإيطالية. دول مثل اليونان وإيطاليا التي تعاني من أزمات اقتصادية لن تستطع إدارة أزمة اللاجئين الواصلين بأعداد كبيرة جدا، والمتدفقين بمعدل كبير جدا، وتعتبر هذا العام هو العام الأكبر من حيث عدد الواصلين إلى السواحل اليونانية والإيطالية. الآن وحسب هذا التعديل يستطيع الدول الأخرى، دول الاتحاد الأوروبي، التدخل لمساعدة هذه الدول في معالجة الأعداد الكبيرة من الواصلين من المهاجرين. إذن هذا الاتفاق ربما يمنع الدول التي أغلقت حدودها أمام المهاجرين من أن تفتحها. هو في الأساس أصلا لا توجد دولة تفتح يعني حدودها للمهاجرين. كل المهاجرين هم يصلون بطرق غير شرعية، إما عبر البحر أو عبر الغابات. في الأساس الحدود غير مفتوحة، لكن من يصل عبر طرق الموت، سواء عبر الغابات أو عبر البحر. من يصل هو كتبت له حياة جديدة. يعني سيتم توزيعهم على الدول أم سيتم يعني دعم الدول التي تستقبل اقتصاديا؟ في حالتين سيتم التدخل من الدول الأخرى، إما بشكل مادي، سواء بدفع مبالغ مادية أو بشكل دفع مساعدات، أو مساعدات بحيث أن تتدخل فرق لمساعدات اللاجئين ومساعدة الدولة المستضيفة على دراسة طلبات اللجوء بشكل سريع. طيب، ما هي المخاوف المحتملة بشأن وضع اللاجئين اليوم في معسكرات خارج الحدود ربما لمدة تصل إلى 40 أسبوع، مدة ليست قليلة؟ هناك خطأ في هذا التعبير. هي المعسكرات لن تكون خارج الحدود، إنما ستكون على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. الحدود الخارجية هي ما تعني أن الحدود التي تكون مشتركة ما بين دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، مثلا في حالة إيطاليا الحدود البحرية بين إيطاليا وتونس، وهي حدود قريبة جدا، تونس لا تبعد أكثر من 150 كيلومتر عن شواطئ لامبيدوزا، المدينة الساحلية الإيطالية. فالحدود الخارجية الأوروبية هي حدود اليونان، حدود إيطاليا، حدود إسبانيا. أما الحدود الداخلية فهي الحدود مثلا مثل بين هولندا والبلجيكا، بلجيكا وفرنسا. المعسكرات على الحدود الخارجية تعني مثلا مثل مدن لامبيدوزا أو في الجزر اليونانية. هناك سيكون معسكرات، أو نحن ربما نسميهم مخيمات، يتم وضع اللاجئين أو المهاجرين فيهم بشكل مؤقت لدراسة طلبات لجوئهم، لعمل الإجراءات الأولية لاستقبالهم من التسجيل وتقديم المساعدات، سواء الغذاء أو الدواء، أو حتى يعني بالنسبة للعائلات ربما رعاية صحية. ففي السابق كان القانون يقول أنه لا يمكن أن يبقوا هؤلاء اللاجئين في هذا المكان أكثر من مدة معينة. الآن تم رفع السقف إلى ليصل حتى 40 أسبوع، وهو يعني في الحقيقة رقم كبير، لكن هذا سيسمح أكثر لهذه الدول بدراسة طلبات اللجوء، لكن لن يكون هذا بصالح اللاجئ الذي ربما سيبقى في هذه المعسكرات لمدة 40 أسبوع، وهو مدة طويلة. وهذا يقودنا إلى سؤال، أنه ماذا عن جهود مراقبة ومراجعة
هذا الاتفاق وتنفيذه وضمان احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين الدولية؟ في الحقيقة الاتحاد الأوروبي هو من يضع القانون، وطبعا القانون يعني القانون تم التوصل إليه عبر مفاوضات شاقة وطويلة خلال السنوات الماضية وخلافات طويلة بين إيطاليا وألمانيا وخلافات مع دول أخرى، دول تفضل يعني إجراءات معينة ودول لا تفضلها، لكن في النهاية توصلوا إلى يعني إلى هذه الصيغة من هذه السياسة الأوروبية تجاه الهجرة. أما من يراقب، فوجود منظمات الغير الحكومية في أوروبا صراحة وجودها قوي، توجد منظمات عاملة على الأرض قوية جدا ولها صوتها، يوجد أيضا اليسار في أوروبا وأحزاب تساند المهاجرين، خصوصا الأحزاب اليسارية ومنها الحزب الخضر. المنظمات الغير حكومية التي أيضا هي مدعومة من بعض الحكومات، خصوصا ألمانيا تدعم المنظمات الغير حكومية التي تساعد. سريعا في نصف دقيقة، الهدف الرئيس لاتفاق الاتحاد الأوروبي هل هو بالفعل لتنظيم سياسة الهجرة واللجوء أم للتضييق الخناق على اللاجئين والمهاجرين؟ بشكل عام الاتحاد الأوروبي يسعى للحد من ظاهرة الهجرة، يسعى للحد من وصول اللاجئين، هذا شيء أكيد. لكن الهدف الأساسي من هذا القانون هو مساعدة دول الاتحاد الأوروبي لبعضها في حال وصول أعداد كبيرة لإحدى هذه الدول. إيطاليا تعترض بشدة على وتقول أنا أواجه بمفردي هذه الأعداد الهائلة التي تصل، وهذا فعلا حقيقي. الدول الأخرى التي هي في الداخل هي لا تواجه هذه الهجمة، إنما اللاجئون يصلون بشكل تباعا، يصل بشكل متأخر، إنما إيطاليا هي في الواجهة. من باريس الأستاذ سيف عزام الصحفي وعضو هيئة التحرير في منصة المهاجرون الآن، أشكركم على هذه المداخلة.